اهلا وسهلا بيكم في قناة بوسي كروشيه. هنعمل في فيديو النهاردة ميدالية شكلها جميلة، طريقتها سهلة وبسيطة. هنجيب زرار، هنجيب إبرة تدخل جوه الحلقة بتاعة الزرار، نجيب زرار بـ4 فتحات، ممكن نستخدم زرار أصغر من كده على حسب المتواجد عندك، وهنجيب إبرة تدخل في الحلقة بتاعة الزرار، وهجيب خيط رفيع وهشتغل عقدة البداية. هدخل بالإبرة جوه الحلقة بتاعة الزرار وهسحب عقدة البداية اللي أنا عملتها بالخيط، هطلع بيها بالشكل ده كده، وهطلع الفتلة اللي هي القصيرة بتاعة العقدة، وهشتغل غرزة سلسلة أثبت بيها الحلقة العقدة بتاعة الخيط. بعد كده هشتغل سلسلة فراغ وهدخل في نفس الحلقة وهشتغل فيها غرزة حشو. وهشتغل غرزة حشو بعد كده برضو هشتغل سلسلة فراغ وهدخل في نفس الحلقة اللي هي في نفس الفراغ هنا، وهشتغل برضو كمان في غرزة حشو. بس اشد الخيط علشان ما يرخيش معايا، تكون معايا بالشكل ده كده. كده اشتغلت في اول حلقة، هشتغل سلسلة وهنتقل للحلقة اللي بعد كده وهشتغل برضو فيها. بعد ما اشتغلت السلسلة هروح للحلقة اللي بعديها وهشتغل غرزة حشو. بعد كده هشتغل سلسلة فراغ وهدخل برضو في نفس الحلقة وهشتغل فيها غرزة حشو. وبعد كده هشتغل سلسلة فراغ وهدخل برضو في نفس الحلقة وهشتغل فيها غرزة حشو. يكون معايا كده بالشكل ده كده. هشتغل سلسلة فراغ واروح برضو للحلقة اللي بعديها على طول وهشتغل فيها غرزة حشو. هشتغل سلسلة فراغ وفي نفس الحلقة برضو هدخل وهشتغل فيها غرزة حشو. بعد كده برضو هشتغل سلسلة فراغ وفي نفس الحلقة بدخل وبشتغل فيها غرزة حشو. وهشتغل سلسلة فراغ وهروح لآخر حلقة هنا في الـ4 حلقات بتاعة الزرار، وهشتغل فيها برضو 3 غرزة حشو بين كل غرزة وغرزة سلسلة. كده دي أول غرزة سلسلة فراغ، بدخل في نفس المكان وبشتغل فيه غرزة حشو. هي بس أول جزء في الزرار بيبقى صعب، بعد كده لما بتبتدي تشتغلي بتلاقيه سهل. أنا اشتغلت سلسلة هدخل في نفس المكان وهشتغل فيه حشو. بعد كده برضو هشتغل سلسلة وفي نفس الفراغ برضو هشتغل فيه غرزة حشو. بعد كده هشتغل سلسلة، هقرب الخيط على البداية
هروح عند اول غرزة فراغ سلسلة اللي هي دي، بعد اول غرزة حشو اللي هي في الفراغ هنا، وهدخل وهشتغل في غرزة منطلقة. واقرب الخيوط كده على قد ما اقدر، وبحاول بقرب الخيوط وبظبط. طبعا الخيوط الزيادة دي هدخلها في الشغل لما اخلص، بعد ما اشتغلت منزلقة في اول فراغ. دلوقتي هرتفع 3 سلسلة، هيكونوا معايا ارتفاع غرزة العمود بلفة. هلف الخيط مرتين على الإبرة، وهدخل في نفس الفراغ اللي هو أنا قفلت فيه بمنزلقة، وهشتغل غرزة عمود ب2 لفة. هلف الخيط تاني مرتين على الإبرة، وهدخل برضو في نفس الفراغ وهشتغل فيه غرزة عمود ب2 لفة كده. 1 كده، دي تاني غرزة عمود ب2 لفة. هلف الخيط كمان مرتين على الإبرة، وهدخل في نفس الفراغ وهسحب الخيط وهشتغل غرزة عمود ب2 لفة. يبقى أنا ارتفعت 3 سلسلة ارتفاع غرزة العمود بلفة، واشتغلت في نفس الفراغ 3 غرزة عمود ب2 لفة. هلف الخيط مرتين على الإبرة، واروح لفراغ السلسله اللي بعديه اللي انا كنت بشتغله بين غرزه الحشو وغرزه الحشو، في فراغ سلسله هدخل فيه واشتغل فيه برضو 3 غرزة عمود ب2 لفه كده. اول غرزه عمود ب2 لفه في نفس المكان، هدخل واشتغل كمان غرزه كده، دي تاني غرزه عمود ب2 لفه في نفس المكان، هدخل واشتغل غرزه عمود ب2 لفه كده، دي تالت غرزة عمود ب2 لفة. هروح لفراغ الفراغ السلسلة اللي بعديه، وهلف الخيط مرتين على الإبرة، وهشتغل هنا غرزة عمود ب2 لفة في فراغ السلسلة برضو، هدخل فيه واشتغل فيه غرزة عمود ب2 لفة كده. 1 في نفس المكان، هشتغل 3 غرزة عمود بلفة واحدة، هلف الخيط مرة واحدة على الإبرة وهدخل في نفس السلسلة وهشتغل تحت فيها 3 غرزة عمود بلفة واحدة كده. أول عمود كده، 2 في نفس المكان، هدخل واشتغل كمان 1 كده، هيكون معايا 3. هروح لغرزة السلسلة، فراغ السلسلة ده، وهشتغل فيه 3 غرزة نص عمود كده. 1 في نفس المكان، برضو هشتغل كمان غرزة نص عمود كده. 2 في نفس المكان، هشتغل غرزة نص عمود كده. 3 هنتقل للغرزة اللي بعديها، برضو هشتغل فيها 3 غرزة نص عمود اللي هي احنا بنشتغل كله في فراغ السلسلة اللي احنا كنا بنعملها بين غرزة الحشو والتانية. هشتغل 3 غرزة نص عمود كده اول غرزة، كده 2 كده 3. دلوقتي هنشتغل في الغرزة اللي في النص اللي هي في منتصف القلب، احنا هنعمل ميدالية بالشكل ده، شكل قلب بتهيألي كده ابتدى يتشكل. هنروح في غرزة السلسلة دي وهنشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة كده. 1 في نفس المكان، هشتغل كمان غرزة عمود بلفة كده. 2 هشتغل سلسلة، هدخل في نفس المكان برضو اشتغل فيه 2 غرزة عمود بلفة كده. 1 كده، 2. هعيد اللي انا اشتغلته هنا بقى بس بالعكس، هشتغل في غرزة 3 نص عمود، بعد كده 3 نص عمود، هكرر اللي انا اشتغلته بس بالعكس،
هكرر معاكم، هروح لغرزة السلسلة اللي بعديها وهشتغل فيها 3 غرزة نص عمود كده، 1 كده، 2 كده، 3. وبالغرزة اللي بعديها برضو هشتغل فيها 3 غرزة نص عمود كده، 1 كده، 2 كده، 3. هشتغل في الغرزة اللي بعديها على طول 3 غرزة عمود بلفة عادية كده، 1 نفس المكان، هشتغل كمان 1 في نفس المكان، هشتغل كمان غرزة عمود بلفة عادية. بعد كده هلف الخيط مرتين على الإبرة وهشتغل في نفس المكان غرزة عمود باتنين لفة هروح للغرزة اللي بعديها على طول هشتغل فيها 3 غرزة عمود باتنين لفة كده، أول غرزة عمود باتنين لفة في نفس المكان، هشتغل كمان 1 كده، دي تاني غرزة عمود باتنين لفة في نفس المكان، هشتغل كمان 1 كده، دي تالت غرزة عمود باتنين لفة. هروح للغرزة اللي بعديها على طول برضو هشتغل فيها 3 غرزة عمود باتنين لفة كده، أول 1 في نفس المكان، هشتغل كمان 1 في نفس المكان، هشتغل كمان 1. انا هنا كنت اشتغلت 3 سلسلة في بداية الدور خالص، ارتفاع غرزة العمود بلفة، بعد كده اشتغلت 3 غرزة عمود باتنين لفة، هنا اشتغلت 3 عمود باتنين لفة، لسه ناقص العمود بلفة. هلف الخيط مرة واحدة وهدخل في نفس المكان واشتغل فيه غرزة عمود بلفة، بجد شكلها تحفة، ممكن تتعمل عليه قفلة عربية او ميدالية، شكلها شيك جدا وجميلة ومختلفة. فاضل معايا هنا غرزة واحدة اللي هي غرزة سلسلة واحدة اللي هي دي، هدخل فيها وهشتغل فيها غرزة عمود بلفة، بعد كده هشتغل غرزتين نص عمود كده، 1 وفي نفس المكان هشتغل كمان 1، بعد كده في نفس المكان هشتغل كمان غرزة عمود بلفة عادية، وبعد كده هروح عند اول غرزة عمود وهدخل فيها وهشتغل فيها غرزة منزلقة بجد شكلها تحفة. دلوقتي هنرتفع السلسلة، هنشتغل غرزة الحشو العكسية، بدل ما هنمشي كده لا هنمشي بالعكس. بعد ما ارتفعنا السلسلة هروح للغرزة اللي بعديها على طول اللي هي من ناحيتي وهشتغل فيها غرزة حشو عكسية، بدخل في الحلقتين وبسحب الخيط بشتغل غرزة حشو وانتقل للغرزة اللي بعديها بمشي عكسي، بدل ما بمشي من الشمال بمشي من اليمين وبشتغل غرزة حشو، بروح للغرزة اللي بعديها من ناحيتي وبسحب الخيط وبشتغل غرزة حشو، بتدي حرف جميل قوي للقلب من فوق، فاروح للغرزة اللي بعديها وبسحب الخيط وبشتغل غرزة حشو، هي غرزة الحشو بس بدل ما بمشي كده لا بمشي بالعكس. هكمل بنفس الطريقة، هشتغل فوق كل غرزة حشو هشتغل فوقها غرزة حشو عكسية، وهرجع لكم تاني اقول لكم هنركب الحلقة بتاعت الميدالية ازاي. اشتغلت بنفس الطريقة غرزة الحشو العكسية، هتكون معايا قلب بالشكل ده كده. انا هلف الشغل دلوقتي على ظهره وهروح هنا عند الفرلة دي عشان اوصل للنص،
هدخل فيها وهسحب الخيط وهشتغل غرزة منزلقة، وبرضه هروح للي بعديها واسحب الخيط وهشتغل منزلقة. بعد كده هرتفع اي عدد سلاسل على حسب ارتفاع، يعني طول الميدالية اللي احنا عاوزينها. ممكن نعملها علاقة للعربية، ممكن نشتغلها ميدالية مفاتيح عادية. فعدد السلاسل اللي انت عاوزاه بترتفعي، انا هشتغل مثلا 1 2 3 4 5 6 7، هشتغل 7 سلاسل. لو انت حابة تشتغلي اكتر ممكن ازود كمان 3 سلاسل يبقوا 10. 1 2 3 كده 10 سلاسل. لو انت حابة اكبر من كده بتشتغلي عادي. وهرتفع سلسلة وهقص شوية من الخيط وهسيب فيه شوية. هدخل فيها خرز، لو انت عندك خرز حابة تدخليه بتدخليه عادي. لو انت حابة تكتفي انها من غير خرز هدخل الخرز بالإبرة هنا في الفتلة دي وهرجع لكم تاني. وركبت الخرز وهتكون معايا بالشكل ده كده. ممكن نجيب لها حلقة ميدالية ونركبها فيها. نقعد نلضم عليها بالخيط. ممكن نستخدمها علاقة في العربية، هتبقى شكلها جميلة في النص على المراية. دي كانت فكرتنا في فيديو النهاردة. لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.